الحب مو بالقلوب، بالخشوم. إلى كل وحدة حكت وياك من ورا خشمها، إلى كل واحد كسر خشمك، إلى كل وحدة حطت خشمها بنصكم، إلى كل واحد خشمه يابس عليك، إلى كل واحد حبيتي وطلع أنفه، أنفه أنف خشم يسموها أنفه. فخلي نجيب خشومنا الطويلة العريضة الكبيرة العراق هي المشهورة وشوفوا هاي الحلقة. أعظم طاقة بالكون هي الحب، ماكو واحد ما يحب ويحتاج الحب، حتى ما نخوط بصف الاستكان، لازم نعرف شنو هي أنواع الحب، اكو أربع أنواع للحب. الحب الأول هو الحب الجنسي، شايف من الشاب يقول لي دكتور بعد ما تحمل صعدة الراسي لو أنت ورا الـ 12 بالليل تفور عندك بعض المشاعر؟ العلماء أثبتوا أنه هذا الحب ينشط بعد الساعة 12 بالليل، لذلك من تقعدين الصبح أنا شلون دزيت لي صور؟ أنا شلون حكيت هيك؟ امسح المحادثة الله يخليك. فصيري شاطرة وخليت مثل سندريلا، الساعة 12 رجعت البيت، لين لي ساعة 12 نزعت بس الحذاء، لين ورا الـ 12 الله يستر. هذا الحب اللي هيجه الافلام الاباحيه، المواقع، الصور، واكو امور هم الزايده، الملل، الفراغ، ماكو اهداف بالحياه. تقول لي دكتور من تجيني الغبره ما اشوف قدامي. يا اخي من يطلع فيلم قدامك ليش تشوفه وما راح تجيك الغبره؟ من تقول جسمي شلون صبره وانت بالصور والافلام تثبره حتى ما تجيك الغبره؟ من يمر قدامك فيلم عبره. باع الشهوه مو غلط، موجوده بكل واحد فينا، بس الشهوه اذا حبلت تصير خطيه، يعني اذا فكرنا بيها ومارسناها تصير غلط. يعني تقولهم ترى هذا طبيعي عند كل واحد، يعني مو حرام وخطيه، الله حط الشهوه بينا، هاي الفكره. بس اللي يسويها بشيء خطا الله حطها حتى نتزوج بيها، يعني لا تسمح لها تسيطر عليه، لان هي يشبهوها مثل النمر. ايش معنى النمر؟ نمر اذا جاع ياكل ولده، وهذه اذا جاعت تاكلنا، فانت جوعها بان ما تشوف افلام وتطور نفسك دائما، بس لا تخليها تسيطر عليك، ضمها للحلال. زين انتم ما تقولون ليش شركات الاتصالات خدماتها كلها ورا ال 12 بالليل؟ لان هذا النوع من الحب يزيد عندنا ورا ال 12 بالليل. وانتم يا الشركات هم خفوا علينا، سووا شيء زين، ارعوا برنامجنا مجزرنا. وهذا النوع من الحب مشروط، لازم اكون جذاب جسد. خلصت الجزء الاول. النوع الثاني من الحب يسموه الايروس او الحب الرومانسي، حب روميو وجولييت، قيس وليلى، ابو خالد وعلمودك يا حلو، هاي لازم تحطها. اوكي، لا بدعتي دا الشاقه. هذا الحب اللي بيه غرام وعشق وله واهواك واتمنى اعيش وياك وغيرها. هذا الحب اللي ينكسر بيه قلبنا عاده. اكيد سويتوا كلكم هيك عبالكم راح اطقها. هذا النوع من الحب اللي قلبنا يدق بيه وما نعرف شلون نحكي، ومن مريدنا البخه مثل البخ، وحتى اللي ما يعرف يحكي بينا يتحول الى احسن صباغ بالدنيا، وحتى يقنع اللي يحبها يستخدم كل انواع الفرج. كلنا مرينا بهذا النوع من الحب. هذا الحب اللي يخلي واحد ايش قد ما هو مسيطر بالبدايه، من يريد يرقم وحده يرقمها هيجي، وبس يوقع بالحب وتعوفه حبيبته، عوفوني عوفوني عوف. وانت قبل ما توقعين بالحب كنت مسيطره بالفيس، وكنت مسميته ورا معافج حبيبك. وهذا النوع من الحب مشروط بالتملك والأنانية. خلاص شانها. النوع الثالث من الحب حب الصداقة اللي يصير بين الأصدقاء، عندكم اهتمامات مشتركة، أفكار مشتركة، سولفين وياهم هواية، من الطلبون بيتزا وحدة ما ياخذ أكبر قطعة موجودة، من ياخذ فلاش رجعة، من 24 ساعة بالسيارة وياك يركض يدفع الجراجية. اللي صادق أمك بيخليها تحبه، حتى مو كل ما تطلع وياه تقول لك ما طيع حظك غير فلان، اللي مو كل شويه لاعب شعره ثخين وانت شعرك خفيف قدام، اللي من تتواعدون ما يتاخر عليك، بس اذا انت تاخرت عليه كلش طبيعي عنده، اللي من تصعد بالكي وهو قاعد بالصدر ما يغلس ويسوي نفسه ما شاف، اللي من تقوب يحسك انه انت بطل وماكو منك، بس بنفس الوقت ما يدفعك زايد وانت مو قدها. وهذا النوع من الحب هم مشروط، لان لازم اكو افكار مشتركه واهتمامات مشتركه. خلاص. هسه النوع الرابع، النوع الرابع من الحب ستورج، حب العشرة، حب الأهل، القرايب، المنطقة، الوطن. هذا الحب يبين من نسافر برا البلد. ما أحب الأهل، أحد أنواع هذا الحب هو الهومسيك أو حب الوطن. بالبداية أرد أسافر، أرد أهج، أرد أروح أخلص من العراق وبالسويد، بس يشغلون بغداد جنة بعيوني أنا، بغداد جنة بعيوني أنا، بغداد. وهذا النوع من الحب هم مشروط، لازم يسمعوني ويفهموني ورأيي الصح وما أسمع رأيهم وبس أسوي لبراسي. خلصنا الأطلة، راح يبرد الخبز. هذه كانت أنواع الحب الرئيسية الأربعة، بس أكو أنواع أخرى من الحب فرعية ما راح أحكي بيها اليوم، راح أحكي عن نوع خامس ومهم، حب غير بشري، الأجابي، المحبة الإلهية. هو حب الله إلنا إحنا البشر، محبة كاملة بدون شروط، بدون قيود، بدون ما أنه تحتاج تسوي شيء حتى تحصل عليها، لأن هي مجانية ومعطاة للكل. ماكو شيء تسويه تخليه يحبك أكثر، ولا شيء مو زين تسويه تخليه يحبك أقل، هو محبة كاملة ويحبك في هذا الحب، ما يحتاج أمور مشتركة بيناتكم، لأن هو يحبك مثل ما أنت، أنت تحفة صنع.
يده. لذلك اليوم دعوتنا تستمتع بهذا الحب، تمني بهذا الحب، وتبدي تفيض بيه على الآخرين، تحبهم بدون مقابل وتحبهم بدون شروط. إذا عندك شخص تريده تشجعه بهذا الحب، تقول له أنا أحبك، انطي تاج، انطي إشارة، اكتب اسمه جوا وشاركه برسالة الحب.